على هذا المشكل، وربي سبحانه وتعالى الحمد والشكر اللي جبر الطفله بكامل الصحه تاعها. او تصور بعد كوب دافريكا وشوف كيفاش الوالي الماك ورانديا ياسين مبارك الله فيك. وكذلك نشكر الاتحاديه اللي خدات الولايه بعين الاعتبار، حضر الولايه الثانيه بعد حوسه سي عبد الغني هما هذا منا هذا شاركوا فيه جابوا الخير وداو الشر ان شاء الله في فين الزين هذا ان شاء الله مرحبا عبد القادر العماري. اذا الصوره او عنوان الصوره الان وهو السيده مريم. اذا مريم الطفله التي كانت محل اهتمام الكثير منذ اختفائها ليله البارحه الى غايه اليوم، هي الان متواجده بقاعه الولايات في امن وامان، تتوسط احضان ابيها وكذلك احضان والي الولايه والسلطات المدنيه والعسكريه والمنتخبين المحليين وكل جموع المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم مع هذه الطفله. هي الان باحتفال عبد القادر كما ذكرت ان عنوان الصوره وهي الان هي مريم تتوسط او بقرب كاس افريقيا، وكان الله كتب لهذه الكاس ان تاتي مع مريم الان معي السيد ولي الولايه وكذلك اب الطفله التي نراها قريره او التي نراها هادئه مطمئنه البال كما اطمأن الجميع. سيد ولي الولايه الان هذه الصوره ان عبرت عنها، وكذلك ماذا تقول للمواطنين؟ احنا اولا نشكر كل المواطنين ومصالح الامن على هذا المجهود الجبار اللي كان انطلاقه تاع منذ اختفاء الطفله مريم بالامس الى حد الساعه، وكان الله سبحانه وتعالى اراد لهذه الطفله ان تكون كذلك مع الكاس مع الوفد كذلك وفد الاتحاديه الرياضيه اللي راهم حاضرين معنا. وبهذه لان كنا لغينا كل الاحتفالات، لكن الان تنطلق الاحتفالات وكأن مريم هي اللي اعادت، كأن مريم تعيد روح هذه الاحتفالات بالكأس وكذلك بهذا اليوم السعيد. وعلى هذا الاساس نجدد كذلك تشكراتي للمواطنين والجمعيات المجتمع المدني والشرطه اللي لعبت دور اساسي، وكل مصالح الامن وكل كذلك رئيس البلديه اللي كان حاضر البارح في الليل. واش نقولوا احنا مزيد من الافراح لولايه سعيده ولمواطنين سعيده، وبارك الله في الجميع. شكرا. معنا كذلك والد الطفل سيد الكريم، ماذا الان ماذا تقول لمواطني الولايه وكذلك كل من ساهم؟ في البدايه نشكر الله عز وجل ان يعني رد لي الابنه تاعي، ونشكر امن الولايه بالخصوص وكل من ساهم، يعني صغيرا وكبيرا رجل كان او امراه، يعني في هذا الحدث يعني الذي يعني اصابني واصاب كل مواطن ولايه سعيده ليس فقط انت. يعني الحمد لله الحمد لله، يعني نشكرهم بزاف بزاف. يعني الناس البارح ما يعني باتت قايمه الليل يعني كامل وهي تحوس معايا زعما، خصوصا رجال الامن يعني الحمد لله. شكرا. اذا عبد القادر عماري هكذا تبدا الاحتفالات واستقبال الطفله من كره مريم وكذلك استقبال كاسيه. نعود صوره مع لاكوب. صوره مع بلال.